أول شيء نشكر سمو أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف والأمير أحمد بن فهد نائب أمير منطقة الشرقية على هذا الدعم الدائم للمجالس، وأشكر جريدة اليوم بعد على هذا الدعم واللي دائما تغطي هذه المناسبات، والحمد لله رمضان يجمع الجميع على محبة، والله يغفر للجميع يا رب، ويغفر لوالدنا الشيخ صالح أبو عدلة اللي مؤسس هذا المجلس.